الجو الميلادي والطقس المثلج أثرا في الحياة السياسية التي بدت باردة بعض الشيء، لكنها برودة لن تدوم طويلا. فالملفات الساخنة حاضرة وتنتظر انتهاء الأعياد. ملف قانون الانتخاب سيشهد تجاذبا قويا في ضوء المعلومات التي تسربت عن تعقد المحادثات من جديد بين قوى 14 من أذار والرئيس بري. وملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين يزداد خطورة مع ارتفاع عددهم المستمر وانعدام المعالجة المتكاملة. أما الأوضاع الاقتصادية فتنذر بانفجار بعد العجز عن حل سلسلة الرتب والرواتب وعن عقد طاولة حوار اقتصادي. مقابل هذه الملفات الساخنة، يتسلم لبنان غدا 3 جثامين جديدة من قتلة الكلخ، ما يرفع عدد الجثامين المسلمة إلى 10 ويساهم بالتالي في تبريد نسبي للقضية. في سوريا الاشتباكات مستمرة وأعنفها بين مؤيدين للنظام ومعارضين له في مخيم اليرموك ورصد إطلاق صواريخ سكاد داخل سوريا. في هذه الأثناء تستعد مصر غدا للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مناخ متوتر مع تجدد الاشتباكات في الإسكندرية بين مؤيدين للتيار الإسلامي ومعارضين له. لكن قبل تفصيل الملفات الساخنة والباردة، نتوقف عند العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان وكللت جباله بالأبيض بعد طول انتظار. تقرير لجويس حقيقي. هو ثلج من خيرات السماء على الأرض، ثلج كانون لبنان، ثلج الأمل الأبيض، رغم كل شيء زارنا فاستقبله الكبار والصغار. كيف ملاقى هالثلج؟ بيعقدوا كتير كتير حلوين. حابب العب بالثلج. حلو الثلج؟ ايه. مش حلو يقطع كريسمس وراس السنة من دون ثلج. عم بلعب وعم سقع. وهنا أيضا للهوايات المفضلة مكان. افروض طلعين نعمل والله اول ثلجي وجاي تمام. اما بالنسبه الى بعضهم فلا فرق بين موسم واخر، ومن قال ان البرد قارس في حراره لا تتجاوز الدرجتين. مش مسقع؟ لا عادي، لا مسقع، معودين. مسقع لانك مش لابس وبالثلج. معودين على الثلج، معودين الجو على طول هون هيك. ومعود ما تلبس على الثلج. ايش هو الثلج بده رجال. طريق دهر البيدر البقاع التي كانت مقفلة في ساعات الصباح الأولى فتحت بعدما عمدت جرافات وزارة الأشغال والبلديات المعنية إلى جرف الثلوج عنها، ولكن كان للثلج طعم أجمل لولا. الثلج حلو ورحمة من رب العالمين، رزقه، بس بدها تكون في دولة موجودة لحتى تفتح الطرقات وتكسر العالم على شغله. كان لابد من مرور الشيخ الأبيض في بلادنا قبل موسم الأعياد. لم يخذلنا، فكان وفيا وحمل معه بياضا ناصعا على أمل أن تكون القلوب بيضاء ناصعة كهذا الثلج في استقبال العام الجديد. جويس عقيقي، MTV. سيول العاصفة أغرقت عددا من المنازل والسيارات وألحقت أضرارا فادحة في عدة مناطق. لا تزال العاصفة الطبيعية التي يتأثر بها لبنان تلقي بتداعياتها على كل المناطق، فهذه المشاهد التي التقطها أحد الهواة تظهر السيول في بلدة بسيبة في جبل لبنان، حيث اضطر بعضهم إلى حمل أولادهم من أجل نقلهم من جهة لأخرى. ومن بسيبة مرورا ببيروت الإدارية وصولا إلى الجنوب، المشهد ذاته هذا ما حصل مثلا في صور يوم الجمعة، حيث فاضت مجاري الأنهار وطافت الطرق وغرقت الشاحنات والسيارات. العاصفة أدت أيضا إلى غرق بعض المنازل والمزارع، ما أدى إلى أضرار مادية فادحة.